سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. احبائي، احنا في فصل الربيع وكاين الازهار. حبيت تحبوا العسل؟ تحبوا العسل؟ العسل يجي من ال من النحل، والنحل من ياخذ رحيق الازهار. عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها: حطت نحلة فوق الزهرة شربت من، حطت نحلة فوق الزهرة شربت من سمها قطرة. فوالا، حطت نحلة فوق الزهرة. يلا معايا كامل. فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى. شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. زهرت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر. زهرت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال.
قهوة أحباب الأطفال أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة زارت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر زارت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرا 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 أحبائي شكرا إذن أحبائي رحيق الأزهار هو لتأخذ النحلة باش من بعد يرجع عسل إذن واش لازم علينا نعتني بالأزهار الطبيعة يا أحبائي لازم نعتني بها مهم جدا 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 كاين أغنية تاع الفعل الحضاري عمو يزيد يقول له يا طفلي احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان إنما الأمم الأخلاق ما بقيت إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا أحبائي الأخلاق ثم الأخلاق لازم يكونوا عندنا على بالكم ربي سبحانه كي حب يتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال إنك لعلى إنك لعلى خلق عظيم برافو برافو إنك لعلى خلق عظيم أحبائي الأخلاق مهمة جدا تغنوا معايا كامل الفعل الحضاري شوفوا عمو يزيد واش يقول للأطفال باش يكون عندنا تصرف حضاري أنسيفيزم يا أخي يلا معايا الفعل الحضاري أوصيك فاسمع احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان ابني أوصيك فاسمع احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو بأمان لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو بأمان واتركه ينمو بأمان ابني أوصيك فاسمع احذر
من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان. احذر من تلوية المال يصلح للشرب والغسل واستعمل دوما إناء ولا تكن طفلا مهمل ولا تكن طفلا مهمل. احذر من تلويث الماء ليصلح للشرب والغسل واستعمل دوما إناء ولا تكن طفلا مهمل ولا تكن طفلا مهمل. اكني أوصيك فاسمع احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات فامسكها حتى ترميها في سلات المهملات في سلات المهملات. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات فامسكها حتى ترميها في سلات المهملات في سلات المهملات. ابني أوصيك فاسمع احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان. شكرا شكرا شكرا. شكون اللي يقدر يقول لي نعطيكم معلش مقبلة تكلمنا على اليوم العربي لليتيم اللي هو أول يوم جمعة في شهر أفريل. شكون اللي يقول لي وقتاش عيد الأم؟ عيد الأم ميدو. شوف الشباب هذا من يا مارس. واسمك؟ زكريا. زكريا شحال في عمرك؟ 13 سنة. وقتاش اليوم العالمي عيد الأم؟ 8 مارس. لا لا هذاك عيد المرأة. عيد المرأة اللي هي أم كذلك ولكن عيد الأم. شوف شباب هذا ميدو هذا 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 الشباب أعطي له الميكرو. واسمك ولدي؟ سيف. خلوه يبان خلوه يبان فوالا. واسمك؟ سيف. سيف شحال في عمرك سيف؟ 11 سنة. شحال؟ 11 سنة. 11 سنة الله يبارك. وش هو الجواب؟ 28 يوم. لا لا اعطوا لها الميكرو اعطوا لها الميكرو للشابة هذه اعطوا لها الميكرو اعطوا لها الميكرو. واسمك بنتي؟ دينا منال قارص. اسمك طويل كيفاش نعيطوا لك دينا ولا منال؟ دينا. دينا الله يبارك. وش هو الجواب؟ اخر يوم احد من شهر ماي. برافو تعالي بنتي تعالي. آخر يوم أحد من شهر ماي كان عارفها. برافو عليك يا أحبائي. شفوا على هذا اليوم. لازم تدوا هدية الأم نتاعكم على الأقل على الأقل تحضنها وتقبلها على الأقل من فضلكم. آخر يوم أحد من شهر ماي عيد الأم. الأم وما أدرك ما الأم يا أحبائي. الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق. على بالكم يا أحبائي باللي الأم تعالي بنتي أرواحي تعالي تعالي. وش راكي دينا لاباس؟ لاباس الحمد لله. وش مسنة تقراي دينا؟ ثانية متوسط. شحال جبتي المعدل؟ 17.24. 17.24 صفيق عليها صفقوا عليها 17.24. لا لا تحية أكثر 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 من فضلكم. عمو يزيد يحب الأطفال اللي يقراوا مليح يحب الأطفال اللي يقراوا مليح لأنه الدراسة والنجاح في الدراسة هو عنوان هو العنوان تاع النجاح في الحياة يا أحبائي. يا أخي لازم تقراوا مليح. شوفوا المرة الجاية كي نرجع للعلمة نحب كيما راكم كامل نصيب عندكم معدلات أعلى. هذا وعد هذا وعد 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 الحر دين وعد الحر دين عليه
إذن بنتي دينا أعطيني الهدية تاعها. رامي راعي هذا الحفل وراعي برنامج مع أمو يزيد يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفدي بها بنتي. شكرا جزيلا. العفو بنتي العفو. تفضلي 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 تفضلي. أحبائي مهم جدا، مهم جدا جدا أننا نحترم ونطيع والدينا. عمو يزيد دلهم أغنية نقول فيها: نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. برافو برافو ميليسا، برافو برافو برافو. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تغنوا كامل معايا يلا. نحبك ماماتي، نحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما شكرا 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 شكرا. أحبائي الوالدين ثم الوالدين، على بالكم باللي خزرة برك مش مليحة في والديك، عرش الرحمن يتزعزع. من فضلكم يا أحبائي الأطفال لا أقول لهما أف ولا أنهرهما. يا أخي هذا وعد، هذا وعد. طاعة الوالدين مهمة جدا جدا جدا. شكون يقدر يقول لي وأما السائل فلا تنهر وأما اليتيم؟ شكون يقدر يقول لي هذه الآية من أي سورة ورقم الآية؟ واش من سورة رقم الآية؟ يلا واش من الصورة ورقم الآية؟ من فضلكم يلا بيدو. شوفنا أصدقائنا الأطفال، شوف الشطرة هذه. واسمك؟ رزيقة. شحال في عمرك رزيقة؟ 12 سنة. 12 عام، الله يبارك. واش هو الجواب؟ أي صورة؟ الإخلاص.
لا 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 بنتي لا لا، الإخلاص بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم. هذه واش من صورة ورقم الآية؟ شوف شباب هذا، واسمك؟ صورة أيوب. أيوب، أي صورة أيوب؟ صورة الضحى. صورة الضحى، رقم الآية؟ 19. مش كي صورة الضحى فيها 19؟ معليش، يلا عاود، راجع نفسك، راجع نفسك. 9. تعال تعال، أروح أروح. أحبائي، على بالكم في كل مرة نطرح هذا السؤال دايما الأطفال يتوفقوا في الجواب، يعطولي الصورة ومن بعد الشطر الثاني من الجواب اللي هو رقم الآية أغلب الأحيان ما يتوفقوش فيه. تعال، وأنا نبقى في حيرة من أمري، اسكو نعطي له الكادو ولا ما نعطيلوش؟ نعطي له الهدية؟ ليه حب نعطي له الهدية يرفض يده؟ نعطي له الهدية وانتم ما نعطي له؟ برافو برافو برافو. إذن وليدي ذكرهم باسمك. أيوب. أيوب، وش بسنة تقرأ أيوب؟ رابعة متوسط. ما حجبت معدل؟ 12. الله يبارك، المرة الجاية كي نجي على بارك لازم نسيبك أكثر إن شاء الله. هذا وعد؟ وعد. خلاص، الله يبارك. وليدي ميخور راعي هذا الحفل، يعطي لك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفد بها إن شاء الله. شكرا. العفو العفو وليدي، تفضل 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 تفضل. عمو يزيد دار لكم أغنية تاع الخير، نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أساعد المحتاج المسكين بمال أو بلباس. أحبائي، الصدقة وفعل الخير مش شرط بالمال الوفير، بالمرات ابتسامة. في الأغنية عمو يزيد يقول: إن أخذت بمحتاج شفقة وليس لك بما تتصدق، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه في وجهه صدقة. إذن كمل معايا: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يا
لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. شكرا 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 أحبائي أحبائي، لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. كاين أغنية أنا شخصيا في كل مرة نغنيها لحمية شوك، إن شاء الله اليوم راح نتحسوا بالإحساس اللي يحسوا عمو يزيد. علاش؟ على بالكم إحنا في الوطن تاعنا، حتى في الوطن العربي كاع، كاين واحد الظاهرة. هذه الظاهرة يقولوا هذا من الشمال، هذا من سطيف، هذا من قسنطينة، هذا من بشار، هذا من تبسة، هذا من تلمسان، هذا من أضرار. كل هذا لا يهم. واش نقولوا؟ احنا جزائريين، انا جزائري. هذا هو المهم والاهم اللي لازم نحتفظوا به. انا جزائري، ما تسقسينيش من انا ولا اصلي منين ولا وين زيد بابا ولا جدي، سقسيني أنا أقول لك أنا جزائري. أحبائي، كاين أغنية نحبها بزاف نقول فيها: سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في الشمال والجنوب، قلت ألا ترون إني قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في الشمال وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. تغنوها كامل معايا بإحساس وتتفاعلوا معها، يلا. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. نحن ولاد الثورة كل ذات المرة،
واليوم راهي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. شكرا 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 أحبائي الأولياء. حسيتوا واش يحس عمو يزيد كي غني هذه الأغنية؟ حسيتوا؟ برافو. الجزائر هي أمنا وحنا جزائريين فقط، هذا يكفينا. الجزائر أمنا وكاع جزائريين، ما كانش هذا من الغرب، هذا من الشرق، هذا من الشمال، هذا من الجنوب، كلنا جزائريون وكاع بلادنا الجزائر، ونحبوا بلادنا. تحبوا الجزائر؟ شكرا 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 أحبائي. تعرفوا النوتات الموسيقية؟ كاين أغنية تاع النوتات الموسيقية، تغنوها كامل معايا. دو ري مي فا سول لا دو سي لا سول فا مي غي دو. هذه أغنية تاع النوتات الموسيقية، تغنوها كامل معايا، يلا معايا. دوري مي فا سولا سيدو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا سولا سيدو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا سولا سيدو دو سي لا سول فا مي ري دو. تلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. خطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. لا تنساها واحفظها
احفظها، وان كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وان كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو وكم تحلو بها الألحان. برافو 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 برافو، شكرا. نشكر عمو يزيد على السيارة تاعو، ونخلو المرة الجاية إن شاء الله. شكرا عمو يزيد على هذه الحفلة، أتمنى لك النجاح النجاح الدائم، وشكرا لك، أحبك كثيرا. نشكر عمو يزيد على الحفل هذا اللي داروا، يحبوه كاع كبار، ونتمنوا هذا نتمنوا مره اخرى يديروا لنا حفل كبير ان شاء الله. نشكركم على هذه التقديمات اللي قدمتوها لنا، شرفتونا الاولاد، الله يبارك ما شاء الله، يعني قدمتوا لنا كل الواجبات، شكرا بارك الله فيكم. شكرا عمو يزيد على هذه الزياره، ونرجو ان تعيدها مره ثانيه. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد على هذه الزياره، واتمنى ان تعود مره اخرى.